111 في تاريخ المواجهات بين الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي، وجاءت اللحظة التاريخية، اللحظة المؤثرة، لحظة رفع التيفو الخاص بنادي الرجاء الرياضي. شكرا جرين بويز. دروس في الدفاع والتشجيع، هنا لحظة جميلة للمرحوم زكريا الصواني، لحظة مؤثرة جدا والتفات رائعة من انتصار الرجاء الرياضي للمرحوم زكريا الصواني الذي أعطى الشيء الكثير لنادي الرجاء الرياضي. كل المغاربة في طنجة العالية لكبير العزيزة يفتخر أمام العالم في لمسة الفنان الرجاوي. لقطة معبرة في لقطة جميلة جدا في الوان خضراء بيضاء من انصار الكريبوريس والبيترايجيز، هنا لقطة مؤثرة. انظر ايها العرب من المحيط الى الخليج، هذا هو شعب الحرة تحت لواء الكريبوريس. المؤثرة هي صورة زكريا الصواني استحضارا لروح الفقيه والاسم الذي اعطى الشيء الكثير، الاسم الذي فارق الحياه في شهر اكتوبر الماضي، واليوم نستحضر هذا الاسم كما يستحضر الجمهور الخضراء والشعب الخضراء من درب السلطان الدرب الكبير والبرنوسي وصفاته مع فرقه الرجاء الرياضي، ممثل اليوم من جهه خاصه بالخضراء. وقلنا وكررنا نقول رحمك الله يا صواني، اكيد لن ننساك في ادائك وادائك وعطائك وكذلك اخلاقك العاليه والعاليه جدا. شعب بلدك، نوزل لك مساج جديد.